حقيقة هنبدأ معاكم النهاردة من قرية كنا خصصنا لها حلقة كاملة وتحدثنا فيها من أسابيع، كانت قرية الحلمشة محافظة المنوفية. كانت أزمة القرية لو حضراتكم تفتكروا في الصرف الصحي وارتفاع منسوب المية الجوفية واللي غرق بعض المنازل هناك، وعرضنا ده بالتفصيل. دخل معانا أهالينا من الحلمشة وتحدثوا بأنفسهم، وكانوا بيقولوا أن هناك تضرر لغالبية منازل الأهالي في القرية، وبالأمس حصل تحرك إيجابي، وهذا وعدنا دائما لحضراتكم أن لما يكون في يعني نية في التغيير لابد أن احنا نذكر ده ونحييه ونقول للناس كملوا، وهذا ما نتمناه للمواطنين. بالأمس التقى محافظ المنوفية اللي هو إبراهيم أبو ليمون مع عدد من أهالي القرية عشان يبحثوا هذه المشكلة. استمع للناس واستمع وجهة نظر الناس، كمان كان في رئيس الجهاز التنفيذي لمية الشرب والصرف الصحي كان عنده وجهات نظر تحدث بها مع الناس أيضا، وكان هناك يمكن حديث موجه من المحافظ للمختصين بسرعة إنهاء الأعمال المتبقية بمشروع الصرف الصحي لقرية الحلمش. عشان نشوف إيه الجديد وإيه اللي حصل معانا أحد أهالينا من هناك يطلعنا على الجديد في الحلمشة. أهلا بيك يا فندم. يا أهلا بحضرتك. سعداء جدا بالتحرك الإيجابي اللي كان بالأمس، قول لنا أكتر عنه لو في جديد. هو المحافظ بتاع المنوفية وعدنا ان هو ان شاء الله يكمل لنا المشروع بتاع الصرف، لان احنا كملنا فيه اكثر من 90% وباقي 10% ان شاء الله يخلص قريب ربنا يكرمه. ممتاز. وكان مقرر، كان مقرر ان هو المفروض هيبقى يتكلم على شهر 12، بس حصل تاكيدات وخارج عن ارادتهم. فهو رئيس ورئيس الجهاز التنفيذي للمشروع بتاع الصرف الصحي مع المحافظ اللي هو ابراهيم ابو ليمون وجه بسرعه اهتمام وتحرك لانهاء المشروع بتاع الصرف الصحي بتاع قريه الحلمشه. ممتاز يا فندم، وعايز اتوقف عند الحوار المجتمعي اللي حصل، والحقيقه ده بالنسبه لنا كمان مهم زي التحرك الايجابي، وزي لو كان المشروع تم تنفيذه بالفعل استفدتوا منه هيكون لنا واقفه عند فكره الحوار المجتمعي، لان احنا دايما بنقول والله هو ده الحل. حديثكم بالامس مع المحافظ، يعني سماعه لشكواكم مره ثانيه، ايه النقاط اللي انتوا تحدثتوا فيها؟ ايه النقاط اللي طمنتكم؟ ايه النقاط اللي ادتكم امل ان اللي جاي افضل؟ والله هو ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفيه يعني عامل اليوم يعني لقاء جماهيري، اي حد عنده مشكله كبيره يستمع ليه وبيحكي لهم المشاكل، وهو بيوجه بسرعه حل المشكله في المحافظه بتاعت المنطقه كلها على بعضها. كان من ضمن القرى بتاعتنا القريه بتاعتنا في قريه الحلمشه، وكان في قريه كمان برضه نفس المشكله بتاعت الصرف الصحي، ونفس فيها اكثر من 90% برضه من المشروع. ووعدنا ووقف على القريه ان هو المشروع يخلص على وقت بسرعه. يا رب يا مسهل. طيب انا مش بيأس في حاجه، بس في ملحوظه دايما بيبقى بعض المسؤولين بتعد بان في امور هيتم تنفيذها، لكن للاسف بيكون في تباطؤ او حتى بينسى الامر كله. ايه اللي مخليكم متاكدين ان المره دي مختلفه عن اي مره سابقه في حديث المسؤول؟ دي صعبه، احنا كل مره بناخد جهد. انا يعني بقول لحضرتك ان مشروع الصرف الصحي بتاع الحلمشه بادئ من 17 سنه. 17 سنة اتغير علينا أكثر من أربع محافظين في خلال ال 17 سنة. أربع محافظين وكل واحد بيروح وكل مسؤول بيجي أو مقاول بيجي يمسك القرية بتاعت الحلمشة، الناس فيها جزء من المشروع ويرجع يرجع يقعد كام سنة وبعدين يرجع يجي يشتغل. فـ ما كان في من حوالي شهر يعني المنسوب بتاع الميه المياه الجوفيه ونتيجه للخزانات ونتيجه للمياه الجوفيه العاليه في البلد، ان في بعض البيوت الميه وصلت فيها نسبه المياه الجوفيه ارتفعت في المياه الجوفيه اكثر من 50 سم واكثر من متر. نعم. فاحنا على هذا الاساس قررنا ورحنا قدمنا شكوى للمحافظ ونزلنا الصور بتاعتنا ونزلنا الشكاوى بتاعتنا على اكثر موقع من مواقع التواصل الاجتماعي
وده وعد من ضمن الوعود اللي واخدناه مع اللواء ابراهيم ابو لامون. احنا يعني نامل اللواء ابراهيم ابو لامون ان هو ان الانجازات دي تتم من خلال الوعود ومن خلال اللقاء اللي تم بيننا كده. نتمنى يا فندم، نتمنى. مش متاكدين ان المشروع هيتم او مش هيتم. هو احنا بنامل مع حضراتكم، وصيتنا ان بالفعل يكون في تحرك للناس حقيقي، ما يكونش مجرد وعد. عموما نشكركم على يعني دائما ان انتم ايجابيين مع المشكله، وبالتالي احنا بنتابع مع حضراتكم. والله لو في جديد بالفعل وحقيقي صوروا لنا جماعه فيديوهات وورونا، واحنا هنحيي ونبارك اي خطوه للناس. أشكرك مرة تانية، وكنا فعلا مع الحلمشة الأسابيع الماضية، وده التطور إن المحافظ وصل عندهم الحمد لله يتحدثوا إن من 17 سنة عندهم مشكلة حقيقية، يمكن تكون ربنا أذن وهيبدأ الحل. خلينا بس نكون يعني نتوقع الخير، وإحنا بنشكر فعلا اللواء إبراهيم أبو ليمون لنداء الأهالي والمواطنين لحل الأزمة واستجابته لده. المشكلة طبعا نتمنى ان يتم المشروع في اقرب وقت لحل هذه الازمة بشكل نهائي، وارجوك يا فندم اوعى تخلف ميعادك هذه المرة. ونصيحة محب للناس، لان الناس بيبقى عندها امل، فكل ما يعني يتاخد الامل ده منها كل وقت والتاني وكل سنة والتانية، اكيد ده بيؤثر على نفسية الناس وعدم ثقتها في المسؤول. وفي الاخر نرجع نقول هي الناس ليه مش واثقة فينا؟ اصل احنا بنتحدث للناس طول الوقت، طبعا بتحدث بلسان المسؤول، والناس ما بقتش تصدق بسبب هذه الامور. 17 سنه بيتم وعدهم بالحل، ولحد امس حصل وعد جديد. يا رب يكون الوعد النهائي اللي يخلفه فورا التنفيذ. هنتابع ده وهنحيي زي ما قلنا اي تحرك للناس.